أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو نيجيريا رسميا من أي إصابات مؤكدة بالإيبولا، وذلك بعد مرور 42 يوما على آخر إصابة. وأرجعت المنظمة نجاح نيجيريا إلى تطبيق السلطات السرية لخطة الطوارئ وحملات التوعية. وأحصت المنظمة في وقت سابق بنيجيريا 20 حالة إصابة بالإيبولا، بينهم 8 حالات وفاة من أصل أكثر من 4500 حالة وفاة في غرب إفريقيا. في سياق متصل، ذكر الفرع النرويجي لمنظمة أطباء بلا حدود أن الطبيبة النرويجية التي التقطت عدوى إيبولا أثناء عملها بسيراليون قد تعافت من الفيروس. الإعلان النرويجي يأتي بعد ساعات من آخر مماثل ذكرته مدريد بشأن تعافي الممرضة الإسبانية تيريزا روميرو التي تعد أول شخص يلتقط عدوى الفيروس من خارج إفريقيا، وذلك بعد معالجتها لكاهنين كان قد أصيب بالإيبولا في إفريقيا وأعيد إلى إسبانيا للعلاج.